شوفوا شلون يدورون في الطماطم الخايس وهذا ويلقطونه. وهاي راعي مطعم، ها راعي مطعم ده يعني معروف، ده راعي مطعم قاعد يدور شنو الشيء خايس من الزبالة. ها شوفوا شلون الطماطم الخايس يشيله. من الدرام الخمام، شوف من الدرام الخمام يشيله، يعني تشوف من الدرام الخمام يشيل الطماطة وبعدين بيعطي الأوادم. هتشوف يفرغون الطماطة وهو ينقي من الدرام. شوفه ايه